سوريا بدها حرية هو شعار الوقفة التضامنية التي دعت إليها التنسيقيات الداعمة للثورة السورية في العاصمة باريس تزامناً مع وقفات أخرى في أكثر من 20 دولة حول العالم للتأكيد على مساندتهم للشعب والتأكيد على مواصلة الثورة حتى النصر وإسقاط النظام. سوريا بدها حرية، هذا الشعار الذي خرجت من أجله جماهير الشعب السوري في عام 2011 منادية بالحرية والديمقراطية لسوريا ولشعب سوريا. اليوم نذكر العالم أننا ما زلنا نريد هذه الحرية ولن نتنازل عنها رغم آلة القتل العالمية التي تشارك في ذبح الشعب السوري الروسية الإيرانية ووسطها صمت العالم كله. مظاهرة بكل دول العالم طبعا اليوم طالعة بنفس التوقيت أو بتوقيت مختلف، فمشان ملكي إن شاء الله نقدر نحصل شيء، يعني أنه يتوقف الدم اللي بسوريا ويتوقف القتل اللي بسوريا ويرجعوا أهلنا يعيشوا مثل ما كانوا وأحسن. المتظاهرون حملوا أعلام الثورة السورية وأقاموا جدار العار الذي حمل صوراً ولافتات تندد بصمت وتقاعس المجتمع الدولي وجرائم النظام وحلفائه بحق الشعب السوري، ولم تختلف هتافاتهم عما حملته لافتاتهم. أرجو أن تستمر هذه التظاهرات حتى يحصل الشعب السوري على حريته وعلى كرامته وننتصر على النظام الديكتاتوري الفاشي في سوريا. بشار الأسد هذا المجرم الذي استعان بروسيا والإيرانيين والميليشيات الطائفية المجرمة التي قتلت الشعب السوري وحرق سوريا بأكملها، سنستمر حتى ننتصر وحتى تسترجع سوريا والشعب السوري حريته وكرامته. بهذه المناسبة نقول لكل من يدعي أنه سقوط حلب انتهت الثورة، لن تنتهي الثورة، ما زال في سوري واحد ينادي بالحرية والكرامة. نحن شعبنا دفع مليون شهيد وملايين المهجرين والمهاجرين ولن يسكت عن هذا النظام وأعوانه حتى يحقق حلمه في الحرية والكرامة. المشاركون أكدوا على استمرار الثورة وأن احتلال حلب لن يزيد الثوار إلا عزما وإصرارا على مواصلة النضال والمقاومة من أجل إسقاط نظام الأسد وتحقيق أهدافهم في الحرية التي خرج من أجلها السوريون منذ بداية الثورة في آذار 2011. سوريا بدها حرية، شعار ردده السوريين مرارا مع بداية الثورة السورية، ويردده اليوم المتظاهرون تأكيدا على استمرارهم في الثورة لغاية تحقيق أهدافهم في الحرية والديمقراطية وإسقاط النظام. لأورينت نيوز غروب أحمد، باريس.